السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعينا الكرام والافاضل خاوتنا. شاك فيديو راكم تشوفوا رانا ندير لكم دي طاب سالامون جي ندير لكم ارجون تري باي. هذه المره جبنا لكم بايو في دو ديفيرون كولور. قوه ربي بارك مازال ما شفت بايو بهذا الفخامه وهذا الاناقه وهذا لو ديزاين وهذا لو بوات اللي كاليه 15 مليون و800. ولكن تبى تفهمني لو بايو خاوتنا يجي فيه 2 متر، قول لي ايه في الارتفاع يجي فيه 1.90 متر ويخرج ب 50 سنتيم. حاجه اللي راح تطير لكم بوكو بلوس هي هاد بي غازيل اللي راهو كومبلي اون بوات بيان سكوتي كيما راكم تشوفوا فيه. خدمه بزاف بزاف متقونه، سينو راح يسيبوه في الاطراف منا ومنا خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيه. شغل اللي زاد طالو شارم وزاد بين فخامه تاع لو بايو هذا. سينو راح نسيبو فيه هنا 1 2 3 4 تيروار كما راكم تشوفوا فيه توجور براي تيليسكوبيك اوفرتير فاسيل. راح نسيبو فيه 2 بورت اوفرونت افيك اون سول ايطاج هكا خاوتنا. هنا عندنا قاعده زجاجيه ولونكادرمون تاع المرايه راهو كامل بلو بوا اد. هذا بالنسبه لهذا اللون اللي راهو في المارون طري طري بيان فيني. شوفوا ربي بارك كيفاش خرج في لاكولور بيج ولا بلونكاستي كما راكم تشوفوا فيها، خرجت ما شاء الله. خاوتي هاد لو بايو اللي راكم تشوفوا فيه تقدروا ميم تكومبليتيو له اون طاب سالا مونجي. عندنا طاب سالا مونجي كي كونفيان افيك لو بايو هذا، ميم هاد البايو عندنا لا طاب سالا مونجي تاعو وميم لارجونتري. خاوتي واش حبيت نقول لكم؟ اي حاجه عجبتكم اتصلوا، نعاود نذكركم بالسعر 15 مليون و800 مع النقل والتركيب الى جميع الولايات. ان بايو فريمون تاع لاكام. قولوا لي خاوتي واش راكم في هاد لو بايو في لي كومونتير وبارك الله فيكم على المتابعه. وما تنساش تابوني باش يحقكم جديد وسلام.